من حوالي سنة فاتت خشوا العمامات لحياتنا واخدونا معاهم في هلبة مغامرات. في السلسلة هذه حنراجعوا مع بعضنا رحلة كل فرد من أفراد العمامات بشكل مستقل، ونذكروا روحنا ببدايتهم ونهايتهم وشن الأحداث يلي غيرتهم. القط الأسود والشهير بليزا يعتبر الصديق المقرب لحرابش وصندوقه الأسود مزاجي الطباع. لما تفكر في القطاطيس اللي في الرسومات زي توم اند جيري وغارفيلد وغيرهم، حتلقى ان ليزا في القمة. وانا عارفك شن تفكر، ليزا مش هذا اسم بنت؟ 100 مرة نقولك انا اتكر يا وبعدين تتجمل علي بجبنة صلاحية يا. ليزا شخصية حاذقة وتلقيح تهديمة واتية، لكن للأسف احنا بس كمتفرجين يلي نسمعوا فيه. تروح يا فرخ، الكلب اللي ينبح ما يعضش. بالرغم من ان ليزا هو قطوس حرابش، لكن واضح جدا ان ما عندهاش ولاء الا لروحها. وانت تنحسبك في حقوق الحيوان؟ تغير ان شاء الله يحسبوك انت في حقوق الانسان يا طيب. وفي القصف ما عندهاش فرق ما بين حد، كلها في الصبطانة. هذه الماسونية. تبي ليه الماسونية بتدور راسها من روسكم؟ علاش انتوا كنتوا تلقتوا في المغط؟ تبي شني مني في اسطنبول؟ لما شباب كانوا يقترحوا في فكرة مشروع على محمد، الليزا منساش يعطي رأيها حتى هو، مع انه ما كانش مفيد هالبرأيها. وهذه المشكلة، ما عنديش راس مال. تبارا جماعة التنمية البشرية يعطوك دورة كيف تصبح مليونير، وهم اصلا تصبح على خير. ولما الجروب كانوا يتناقشوا في موضوع الإشاعات، الليزا اعطي رأيها حتى هو وتكلم على موضوع القطيس السود. والقطوس لك حال طلعتو جن، حتى اللي كان يصب لنا في فضلة المكرونة خنس، حركتونا بلاش. الليزا يلي في قلبها على لسانها وتوقيته ديما صح. وانت شن احسن موقف عندك لليزا؟ وفي اللي نقص في اللي عايش في طابور، ويا تلولا ارخلولا ما تعديش حرابش، تتف تتف وترغي تلقى روحك عند رابش، خدوها فاقش مش دوة ترخي تروم، بالجودة بيكم نورتونا في الريسوم.